صباحكم وأهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية المفصلة لنهار اليوم، والبداية بالقرارات والتوجيهات الهامة التي تضمنها اجتماع مجلس الوزراء أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن وتؤكد مرة أخرى محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي. فوزياتاج خرجت إلى الأسواق والمحلات التجارية ورصدت لنا أثر قرار رئيس الجمهورية على الأسعار وانطباعات المواطنين. قرارات رئيس الجمهورية التي جاءت في أعقاب ما شهدته الأسعار من ارتفاع تندرج في إطار حرص الدولة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. الحمد لله، نشكر المجهودات اللي راهي تبذل بها الدولة على هذا الأمر اللي دارته، إجراءات تاع الضرائب، المهم إجراءات دارتهم دولة جزائرية باش تعاون المواطنين مع دخول شهر رمضان هذا. إجراءات دارتها الدولة إن شاء الله ربي يوفقهم، وكثرة على الشعب الزوالي اللي ما يقدرش. اجراءات يعني معليش نحاول الضرائب تاع بعض المواد هكذا، يعني مليحه بيان سور. اجراءات اخرى مكمله لاستراتيجيه الدوله في اتباع برنامج التخزين مع الاستمرار في الانتاج من المواد الاساسيه الاكثر استهلاكا وفرض الرقابه على الاسعار والمضاربين من خلال العمل الميداني لفرق التجاره. نركز على يعني تفتيش المخازن، ربما نلقاو كما احنا نقولوا المواد اللي واسعه الاستهلاك تكون مخزنه لرصد اي رفع الاسعار ذات المواد المثقفه او المواد المقننه. كل هذه القرارات تصب اولا في دعم القدره الشرائيه للمستهلك، ثانيا للحفاظ على مستوى الاسعار التي كانت متداوله، وكذلك راح تسمح لنا باش نواجهوا تداعيات ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي، اثر ارتفاع اولا المواد الاوليه في البورصه او بعض المواد حتى الموجهه مباشره للاستهلاك، اضافه الى ارتفاع كل الاسعار المتعلقه بالشحن والنقل. نقص الأمطار من جهة أخرى، واللي خلى بعض الدول تحافظ على مخزوناتها من المواد الأساسية ومن المواد الاستراتيجية على مثال القمح الصلب والقمح اللين. قرارات ستغير وتخلق توازنا في السوق بضبط أسعاره حسب الخبراء. الهدف منها هو طبعا تخفيض الأسعار نتاعها، وتروح ممكن تكون أثر إيجابي بالنسبة للمستهلك في المراحل القادمة، وطبعا نوشا ويمكن كذلك هناك بعض الإجراءات اللي نشوفها كذلك في المراحل القادمة تخدم دائما المواطن. الوقوف على تطبيق الإجراءات ميدانيا يحافظ على الطابع الاجتماعي الذي يعتبره رئيس الجمهورية خط أحمر. والمركب الصناعي التجاري الحروش التابع لمجمع أجروديف جدد شبكته الإنتاجية من أجل مضاعفة إنتاج العجائن وضمان وفرتها في الأسواق بجودة عالية وأسعار معقولة، تقول أمينة بعطوش. 120 ألف قنطار سنويا من مختلف العجائن هي طاقة إنتاج المركب الصناعي التجاري الحروش التابع للشركة الفرعية للحبوب قسنطينة أجروديف. المركب يحوي ثلاثة خطوط إنتاج تسعى إلى توفير منتوج ذي جودة ونوعية عالية. تم التجديد كل الخطوط الإنتاجية بما فيها خط السباغيتي، خط العجائن القصيرة والكسكسي بما يقارب 100%. ارتحت لنا أن نعاود نحييو مناصب شغل كانت راحت خلاص اندثرت، كما الدرك عندها 80 عامل تعمل بصفة دائمة. الإنتاج يمشي على حسب الطلب. حنا درك كنا نمشيو بالك دو فويت، ولينا نمشيو ترو فويت. حنا نخدمو بماده اوليه طبيعيه نجيبوها من عند لو سيسيالاس تاع الدوله. القمح يصنع هنا ويحول هنا. فالهدف توفير مختلف المواد الواسعه الاستهلاك للمواطن وباسعار تتماشى وقدرته المعيشيه، وهي الجهود التي تبذلها الدوله اليوم للمحافظه عليها من خلال دعمها المستمر لمختلف المواد الغذائيه، وهو ما يلمسه المواطن اليوم عند اقتناء مشترياته. قرار الرئيس ملاح يعاونوا المواطن. عايش بهم كما هذو المواد الاساسيه، هذو بكل عايش بهم المواطن البسيط.
شكر القرارات هذه اللي دارها الرئيس. جات في وقتها قرار تاع الرئيس حافظنا على الجيب تاعنا. C'est une bonne nouvelle, voilà, pour tout le monde, hein, pour le pouvoir d'achat, les citoyens en général. Nous sommes là. تدابير وإجراءات ستسمح حتما بتوفير مختلف السلع وبأسعار مناسبة وجعلها في متناول المواطن للحد من هاجس المضاربة. رئيس الجمهورية أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقال الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، الأمر الذي سينعكس على أسعار هذه المنتجات. روبورتاج محمد العياشي. زكريا عامل في محل لبيع الهواتف النقالة ببلدية رويبة، كان له رأيه فيما يخص قرار إلغاء الضريبة والرسوم على التجارة الإلكترونية وتجارة الهواتف النقالة بعدما شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة. أو مينيموم زادوا 5000 دينار للتليفون. كي جمدوا القرار هذا تاع الضريبة هذه اللي زادوها جديدة يعاود يتحرك المارشي. ثم يكون موفمون في المارشي، يكون بيع عشرة. تنقلنا إلى شارع حسن بادي بالحراش أين ثمن أصحاب المحلات هذا القرار، حيث اعتبروه عاملا أساسيا لضبط الأسعار. كي نحاوها كاين بوسيبيليتي تاع الناس كامل تولي تشري تليفون. كان المواطن يشتريها بأسعار جد خيالية والقرار جاء في وقته. سي اون تري بون شوز، أنا نشوفها حاجة مليحة يداروها ليعاودوا يخموا في المواطن وبوفوار داشا تاع المواطن. هي هذه يعني نثمنوا هذه المبادره وراني مع هذه الاصلاحات ومدى بي الصرامة قانونيه كبيره. هي قرارات جاءت بعدما شهد مجال الالكترونيات ارتفاعا في الاسعار، حيث اصبح بامكان المواطن الاقتناء الكترونيا دون دفع اي ضرائب، وهذا ما سيساعد في استقرار الاسعار. رئيس الجمهورية وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمر أيضا بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لإنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر. ولاية وهران تعول على مشروع المحطة الجديدة ببلدية عين الكرمة وكذا عملية تأهيل محطة المقطع لتلبية احتياجات الساكنة. خضر شيكر. تحلية مياه البحر من المصادر البديلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه والتي تعتمد عليها ولاية وهران في التموين بنسبة 80% من خلال 4 محطات تحلية توفر ما يزيد عن 300 ألف متر مكعب يوميا. تتزود ساكنة ولاية وهران بالمياه الصالحة للشرب ابتداء من مصادر المياه الغير تقليدية واللي هي تحلية مياه البحر لكل من محطة المقطع وكهرماء ومحطة شط الهلال المتواجدة بعين تيموشنت وكذلك محطة أحادية الكتلة ب2000 متر مكعب لكل واحدة منها. وتعد محطة التحلية كهرماء بأرزي أول منشأة لتحلية المياه بالمنطقة والتي دخلت الخدمة سنة 2005 بقدرة إنتاج تفوق 80,000 متر مكعب يوميا، جزء منها يوجه لتغطية احتياجات المنطقة الصناعية لبطوة. 50,000 هذا دونك يفوتوا على ستاسيون تريتمون دو بوتابل باش نرسلوها لا سيور لا بوبولاسيون، والباقيه تروح لا زون اندستريال بور اليمونتي لي كومبلكس ديسالمون لي كومبلكس هذه اللي راهم في لا زون اندستريال. محطة المقطع من أكبر محطات تحلية مياه البحر بالولاية، حيث تنتج نسبة 30% من الطلب على المياه الصالحة للشرب. عملية تأهيل لمحطة المقطع رايحة تكون فيه زيادة في الإنتاج من 240 ألف متر مكعب إلى 370 ألف متر مكعب خلال شهر مارس المقبل. وتأتي محطة تحلية مياه البحر تاع الكابلو، هذه المحطة هذه هي اللي رايحة تأمين لكل الكورنيش ابتداء من الجهة الغربية. القرار جاني مليح حقيقة، زعما نجمو نستفادو من تحلية مياه البحر خصوصا بأن ألعاب البحر المتوسط راها قريبة. خاطرش رئيس الجمهورية قال كل راع مسؤول عن رعيته، ورئيس الجمهورية كي قالها غادي يطبقه.
قرار شباب وش ولا ماذا بينا يطبقوه زعما باش علاه باش نتهنوا من المال ما رحمة وجعلنا من الماء كله كائش عين حي. وتطمح الجزائر ضمن حلولها الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي إلى التوسع في صناعة تحلية المياه عبر شريطها الساحلي الكبير. برلمانيا الآن استمعت أمس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة الذي قدم عرضا حول مشروع القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقبي وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وخلال مشاركته في فعاليات المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي المقام بدبي دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد دعا إلى ضرورة التأسيس لتعاون عربي من أجل بناء فضاء رقمي منتج للثروة مستعرضا بالمناسبة المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة وآليات الدعم والتمويل المتاحة لصالح المشاريع المبتكرة. قامت الحكومة الجزائرية بمضاعفة المجهودات الرامية إلى مواكبة هذا التحول، ففي السنتين الماضيتين فقط قامت الجزائر بمضاعفة عرض النطاق الدولي للإنترنت للمرور من 1.4 إلى 2.8 تيرابايت ما يمثل 15% من النطاق الدولي في إفريقيا، كما بلغت نسبة استعمال الانترنت الثابت 42% في حين يمثل حاليا هذه النسبة 8% على مستوى الدول العربية، فيما تجاوز عدد المشتركين في الانترنت المحمول 90% وهذه هي النسبة الأولى إفريقيا. أما فيما يخص مجهودات الدولة الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة، فقد وضعت الحكومة إطارا قانونيا خاصا بالشركات الناشئة وخاصة منها النشطة في مجالات التكنولوجيا يمكنها من الاستفادة من الإحفاءات الضريبية كلية لمدة 5 سنوات. كما أنشأت الحكومة صندوق خاص بالشركات الناشئة لتيسير الحصول على التمويل، وتم تعديل تنظيم البنك المركزي الجزائري لتسهيل تصدير الخدمات الرقمية للسماح للشركات الناشئة بتصدير خدماتها بدون أي عراقيل إدارية. أكد أمس وزير الاتصال محمد بوسليماني على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تضبط قطاع الإعلام وترقيتها لتتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة، معتبرا خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الإعلام المحترف والنزيه ينشط في مناخ وبيئة قانونية مضبوطة ويعول عليه في ردع ومقاومة كل الأساليب التضليلية والمعلومات المغلوطة. احنا شفنا التطورات التكنولوجيات الحديثة مع الدستور الجديد وتطور الصحافة، لأن عندنا مشي مولود مواليد جدد في الصحافة بالنسبة للقطاع الصحافة المكتوبة الإلكترونية هي آخر مولود، وعندنا كذلك الصحافة السمعية البصرية، إذ أن القنوات التلفزيونية اللي راهي تنشط بدون كما على بالكم بدون إطار قانوني، ولهذا كان ولا بد باش نشرعوا في إنجاز هذه القوانين هذو. وبزيادة على قانون العضوي للإعلام الخاص بالإعلام هناك قانون آخر رانا أنجزناه على كل حال، ويتقدم إن شاء الله قريبا نقدموها اجتماع الحكومة قانون الإشهار مثلا اللي ما عندناش حنا قانون الإشهار، وكذلك قانون صبر الآراء. صحيا وفي مستجدات الوضعية الوبائية بالبلاد، تم تسجيل 413 إصابة جديدة و15 وفاة رحمهم الله، فيما تماثل 340 مصابا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا وفي الشأن الصحراوي، وفي إطار التضامن مع الشعب الصحراوي، وقف وفد أوروبي يضم ناشطين وحقوقيين وأطباء عند معاناة اللاجئين الصحراويين، وبالمناسبة تم تجديد التأكيد على حقه في تقرير المصير والاستقلال التام. عمار تواجين. حل بمخيمات اللاجئين الصحراويين وفد من الأجانب قادما من إسبانيا فرنسا وبلجيكا في إطار عديد النشاطات التضامنية والمساندة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
لقد نظمنا هذه الزيارة الأوروبية للتعبير عن تضامننا مع الشعب الصحراوي الذي يمر بمحنتين صعبتين، إضافة إلى المحنة التي يعيشها منذ أكثر من 45 عاما، وهي معاودة اندلاع الحرب السنة الماضية، إضافة إلى الأزمة الوبائية. الشعب الصحراوي طالب بالاستقلال وهو حق مشروع، ونحن جئنا من غاليسيا لنتضامن معهم وندعم هذا المطلب ونساندهم لتحقيقه. أنا هنا من أجل التضامن مع حق تقرير الشعوب لمصيرها وتواجدي مع هذه الجمعية من أجل مجلة شهرية اسمها تذكرة الإفريقية، وأنا هنا من أجل نقل شهادتي حول ما يحدث في المخيمات وإيصالها للرأي العام بفرنسا. الوقوف ميدانيا على معاناة اللاجئين وتوقيع اتفاقيات مختلفة ما بين الجمعيات الأوروبية وبعض المؤسسات الإدارية بمخيم بوجدور ضمن برنامج هذه الزيارة التي تحمل طابعا تضامنيا وداعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ولاية بوجدور تستقبل وفود من بلدان أوروبية، من فرنسا ومن بلجيكا ومن إسبانيا. هاي الوفود جاية في إطار تضامن مع الشعب الصحراوي. هاي الوفود تتشكل من رؤساء بلديات وبرلمانيين وكذلك بعثات طبية. جاية العدد من قطاعات الدولة الصحراوية. باقين هم يعني الرسالة نوجهها من خلالهم للعالم هو ضرورة يعني التضامن مع الشعب الصحراوي. تأتي هذه الزيارة لتعكس تزايد الدعم الدولي الذي تشهده القضية الصحراوية. في الشأن الصحراوي دائما نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بزيارة مفبركة لمنزل قول الناشطة الصحراوية سلطانة خيا من طرف أعضاء المجلس المغربي لحقوق الإنسان، إذ تم إفراغ محيط المنزل وتصويره من طرف المخابرات المغربية في محاولة فاشلة لتغليط الرأي العام. في تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وتفاديا لسيناريو الحرب، من المرتقب أن يصل المستشار الألماني أولف شولتز اليوم إلى موسكو في مهمة دبلوماسية قد تكون الورقة الأخيرة لخفض الاحتقان الحاصل في المنطقة. هذا كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا عززت من استعداداتها العسكرية على طول الحدود مع أوكرانيا خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يجعلها قادرة على التحرك من دون سابق إنذار. غير أن موسكو تبدي استعدادها للتفاوض عبر قنوات الحوار لخفض التوتر. ونختم هذه النشرة من الحظيرة الوطنية تاسيلي نهجير بتمرست لنستكشف موقع تيهادان الذي يحوي شواهد أثرية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ. دليلنا في هذه الرحلة هارون لوميتي. تاسيلي نهجير متحف طبيعي مفتوح على الهواء الطلق يضم الكثير من الأسرار والشواهد التاريخية، والعينة موقع تيهادان الذي يتميز بوجود الكثير من الهياكل العظمية البشرية التي تستدعي دراسة علمية معمقة للكشف عن حقيقتها. تشكيل صورة مبدئية عن الموقع من خلال رصد بعض التظاهرات التي ترجع لفترات الأخيرة من ما قبل التاريخ، وخاصة العصر الحجري الحديث وما بعد العصر الحجري الحديث، أين تم يعني إيجاد قطع وبقايا مثل الفخار وأدوات الطحن في نفس المستوى التي تتواجد فيه هذه البقايا العظمية المكشوفة. لاحظنا يعني في أثناء استكشافنا بأن الموقع ينتمي إلى فترة ما يعني العصر الحجري، ما قبل تاريخ العصر الحجري الحديث، النيوليتي الحديث، يعني نيوليتيك وبوست نيوليتيك. و يعني الدراسة الآن فتحت من أجل الغرض منها، الهدف منها هو تهيئة الموقع ومعرفة حدوده ليتسنى لنا حماية هذا الموقع. يسعى ديوان حظيرة الأهجار الوطنية بالتنسيق مع جمعية منتدى الأتاكور وجامعة طمنراست إلى ترويج المقومات السياحية بالمنطقة والحفاظ على المواقع الأثرية الموجودة بها. هو الحماية والجرد والتسمين، حماية المواقع الأثرية الواقعة بهذه المساحات الشاسعة. الحاجة زعما تروج لها سياحيا وكلش، يعني على بالنا يعني سما العين تعرف
وتشوف هذه البلاصه باش راهي زينه وكلش ويشوفوا الجرافير ويشوفوا ميم حتى كيما العظم، ولكن ما تنقص دائما حاجه واحده باش نعطوها قيمه علميه ضروري. مثل هذه الاكتشافات تظهر لنا عراقه حضاره الرجل الازرق على مر العصور. وبهذه الجوله السياحيه ناتي الى ختام النشره، قدمناها لكم من تلفزيون الجزائر، في امان الله.